أنا المواطن محمد عثمان مصطفى أحمد من محافظة الأنبار، عمري 63 سنة. والله تعب يا أخي، تعب ما يخالف، بس أسوي ما أقدر أمد إيدي على واحد وأقول له انطيني، أطلع أطلع لي 5000 10000 أجي هنا، ما أدري أعطيه لي الأكل، ما أدري أعطيه لي الدقايق، ومريض وشظايا عندي في رجلي لحد الآن، ما أقدر أمشي، أمشي وأتعثر بالعربان مرات، حتى أدعم من المواطنين ويشوفوني رجل كبير السن ويسامحوني. إي والله ترى ما بي حيل، والله والله قوة أمشي، والله قوة نمشي، خلف الله على الطيبين، يشيلوها ويخلوها لنا إياها بالعربانة وإحنا ندفع.